يعيش فريق فاقستيف أحد أصعب مواسمه، موسم لن يكون كسابقه، وبات النادي يجني ثمار ما زرعه الرئيس السابق حسن حمار الذي يقبع حاليا في الحبس المؤقت. فبعد أن ظن الجميع أن الأزمة قد انفرجت، جاءت الصدمة في قضية أماد الذي أسال ويسيل العرق البارد للفريق المهدد بمباشرة موسمه الجديد منقوصا من 6 نقاط. الوضع الحالي يتوجب على كل غيور ومحب للفريق أنه يلتف حول الفريق، يحاول يعطي أفكار إذا كان يساعد بالشيء اللي يقدر. نظن المشكل الكبير بالنسبة اللي راه يعاني منه فاقستيف حاليا مشكل إداري ومالي، يعني 100%. لا أحد كان يتوقع أن يصل الوفاق إلى هاته الوضعية المزرية. وفاق سطيف الذي توج قبل سنوات بأغلى الألقاب قريا بات اليوم عاجزا حتى عن برمجة تربص إعدادي. بالنسبة للتربص تعرف الوضعية المالية تاع الفريق ما يسمحش أنه اليوم أنه نمشيو بفريق إلى تربص، يعني نقولها صراحة لازم على الأقل الناس تفهمنا، لازم نصرحوا الناس هذا أنه الفريق حاليا غير مستعد ماليا، يعني من ناحية السيولة المالية ما كانش. النسر الأسود بات جارحا وعاجزا عن التحليق عاليا بعد أن كسر مسيره جناحيه وأفقدهما عالمه. الأسباب متعددة والنتيجة واحدة بعد أن انهكته مشاكله الداخلية.